أكثر. بالفعل بتبين جمالها، بتبين تحفة معمارية صحيح. وكمان بضل فيها هذا التاريخ، عبق التاريخ وروح الأجداد. صحيح، رح نشوفه الآن في التقرير مع هبة. يسعد صباحكم مشاهدين الكرام، يسعد صباحكم زملائي في الاستوديو. البيوت الأثرية حكايات برائحة وعبق وروعة التاريخ، بيوت ما زالت محتفظة بنكهة الماضي لتروي لنا حكاية من سكنوها ووضعوا بصماتهم فيها. اليوم كاميرا فلسطين هذا الصباح رح تاخذكم بجولة على بيت السيدة عبلة الكوك في ترمس عيا، البيت اللي ما زال محتفظ بمعالمه التاريخية والأثرية بالرغم من مرور أكثر من 75 عاما على بنائه. ابقوا معنا. هذا البيت انبنى في أربعينات القرن الماضي، أي أكثر من 76 سنة إلى مبني. كان يسكن فيه جدي وجدتي، وكان كل أملاكهم يعني في هذا البيت. بقي هذا البيت 1984 منذ وفاتهم غير مرمم. بدأت فكرة ترميمه العام الماضي مع الحفاظ على الأصالة في البيت، أبقينا على شكله القديم وقمنا بترميمه ترميم حديث على نفقتنا الخاصة. احنا بدأنا بالترميم بالأول خارجي، ترميم البوابة، ترميم الساحات، ترميم الدرج ليتناسب مع وضع البيت. رممناه بأحجار قديمة، وما أن أنهينا البوابة والساحات الخارجية جينا على الداخل البيت. رممناه بحيث أن أبرزنا الحجارة القديمة، هاي الحجارة القديمة أبرزت من خلال العمل الهندسي، كان إشراف هندسي متكامل على البيت كي يبقى في صورته، ما حبينا نغير الهيكلية والصورة الموجود فيها البيت القديم. أول هدف كان اللي هو المحافظة على إرث الآباء والأجداد، المحافظة على تراثنا الفلسطيني الأصيل العريق اللي بحاول الاحتلال سرقته، فإن منا نحافظ على هذا التراث ورسالة للأجيال القادمة إن هذا هو تراثنا اللي توارثناه منذ مئات السنين، مشان يحافظوا عليه ويعرفوا شو هو تراثنا. والتراث هو عبارة عن هوية، هو عبارة عن الهوية الفلسطينية التي تأبى على الاندثار وتأبى على الانكسار. إحنا استغلنا مضافة مفتوحة، هي مضافة أبو رفيق اللي هو والد المرحوم، مفتوحة لكل الناس، مفتوحة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، يجوا يزوروها ويشوفوا عراقة التاريخ، يجوا وينبسطوا في القعدة فيها، فهي تستخدم الآن مضافة. هاي الزاوية فيها الأدوات القديمة، بدءا بصندوق العروس. هذا صندوق العروس صندوق جدتي 1912 تزوجت، كان عبارة عن ثيابها، كل الأشياء اللي تمتلكها العروس، هي في مكاحلها، فيها أساورها، فيها ثوبها، فيها ثوب، فيها كمباز جدي، هذا ثوب العروس، في الطحونة، هاي الطحونة اللي كانوا يطحنوا عليها القمح، كانوا يطحنوا عليها الفريكة العدس، في الميزان، هذا الميزان كانوا يستخدموه للعنب، كانوا يستخدموه للقمح، في الأدوات النحاسية، في البابور، في كمان طنجرة نحاسية كانوا يستخدموا هذه الطناجر النحاسية، هذول الأدوات الموجودة، الأدوات القديمة الأصلية. هناك في عنا زاوية النحاسيات اللي هي النحاسيات، أباريق القهوة اللي كانوا يستخدموها دلال القهوة، في عنا المذراة كانوا يذروا فيها القمح يفصلوه عن التبن، في الدكران كانوا يستخدموه عند دراس القمح، في عنا الصواني، هذول الصواني اللي هن صواني القش نسجوهن من عيدان القمح، يعني كانوا من بعد ما يخلصوا القمح ينسجوا الصواني، في عنا الغربال، الغرابيل كانوا يستخدموهن كمان في فصل القمح، في عنا المطرزات وهي هوية فلسطينية سواء من الثوب الفلسطيني أو المطرزات اللي أصبحوا نستخدمها في طريقة حديثة. كان بيت يعني بسيط، كان بيت بسيط، كان جميع الحجارة هذه مغطية بالتراب والمعجون بالتبن، وكان في هنا خوابي فيها القمح، الخواب القمح،
وفيها هان براميل الزيت والطحين، جميع ما يمتلكون يعني من المونة كان موجود في هذا البيت. البيت من 1984 من وفاة سيدي وستي ما استخدمناه إلا كان كمخزن، ففكرنا إن لازم نحافظ عليه وعلى وفاء لأرواح الآباء والأجداد، فحبينا نرممه ونفتح مضافة لكل من بيحب أزورنا، وأهلا وسهلا فيه. الرسالة اللي بوجهها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني المحافظة على هذه البيوت والعمل على ترميمها وعدم هدمها، لأن هذه البيوت تحكي حكاية تراث، تحكي حكاية شعب، تحكي حكاية الزيتونة المنغرسة الكنعانية في أرض الآباء والأجداد. وإحنا رسالتنا دائما منقول إن لازم نحافظ على تراثنا من الطمس والتشويه والسرقة. إحنا مفكرين يعني وبدأنا في عمل ندوات، عمل ندوات ثقافية، عمل لقاءات شعرية، استضافة طلبة مدارس مشان نعرفهم على زوايا التراث. اليوم في بيت الأجداد تعرفنا على زوايا أثرية وتاريخية تروي لنا قصص في غاية الجمال لتبقى في ذاكرتنا ولتثبت حقنا في الأرض والتاريخ. لهون بتكون انتهت فقرتنا لليوم، إلى اللقاء.